معاك كابتن أسامة زكي. يعني كلام كتير بقى يتقال، بطل بطولة الجمهورية سنة واتنين وتلاتة، وده من النادر جدا انك تشوفها في قطاعات الناشئين. راجل بيتحمل ضغوط وشغل كبير جدا ومجهود كبير جدا وظروف صعبة، انا عارف مرت عليه السنة دي وفاة اخته اللي كانت يعني قريبة منه جدا، لكن يعني مسؤولية ان انا مدير فني في النادي الاهلي مدياني مسؤولية كبيرة جدا. كابتن أسامة المدير الفني الوحيد خلال يعني تقدر تتكلم في اخر 20 او 30 سنة اللي بيحقق بطولة الجمهورية في قطاعات الناشئين للعام الثالث على الهواء، وكنت بكلمه وقلت له ان شاء الله يبقى وشنا حلوه عليك. كابتن اسامه يعني كابتن اسامه بيقول لك وشنا حلو عليك، كلمك وقال لك دي اول مباراه بنزعلك لك على الهواء. مليون مبروك يا كابتن اسامه. ولسه بتكلم، ما شفناش في الفتره الاخيره مدير فني بيتوج بطل للجمهوريه ثلاث سنين على التوالي مع نفس الفرقه، اعتقد ده امر صعب ورقم بيسجل ليك يا كابتن اسامه. اولا بحمد ربنا وبشكر فضله، وفضل كبير من عند ربنا. النعمه اللي انا فيها ان انا في النادي الاهلي دي نعمة كبيرة، أنا بقالي 15 سنة في النادي الأهلي بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين. تاني حاجة أنا بحيي الكابتن أسامة، دايما وشه حلو عليا ودايما هو يجي في الماتشات الصعبة ويدعمني دايما ويتصل بيا. بحيي الكابتن أسامة طبعا وبشكره، وبحيي الموجودين في الاستوديو، وبحمد ربنا وبشكر فضله على النعمة الكبيرة. ثالث سنة على التوالي دي حاجة أنا ما كنتش أحلم بيها، ونفس الفرقة ودوري جمهورية ودوري صعب، والاولاد كل ما بيكبروا كل ما الدوري بيبقى فيه صعوبه، ويمكن اول سنه برده كان صعب جدا لان كان في مزورين ومسننين كنا 14 سنه. ثاني سنه السنه اللي فاتت كارد برده كان في شويه صعوبه، البدايه كانت سيئه جدا، لكن رجعنا ثاني الحمد لله رب العالمين. السنه دي برده الصعوبه، الدوري شكل الدوري اتغير، خدوا اول 10 فرق وعملنا المنافسه ما بينهم، وامبي برده هي اللي كانت ماشيه معانا فرق نقطه. الصعوبه في الدوريات الثلاثه ان اول سنه الاتحاد كان ماشي فرق نقطه طول الموسم، يعني كل مباراه كانت ليا كانت دوري، يعني لو كنت اتغلبت او اتعادلت ماتش كانت بتاثر. تاني سنه السنه اللي فاتت امبي كانت بتنافسني، والسنه دي امبي بتنافسني، فضل من عند ربنا يعني ليه تدابير برضو، لان امبي كان فرق نقطه وكانت بتلعب الجيش في الترسانه وعلى استاد الترسانه، يعني فان الجيش يعمل المفاجاه دي ويكسب امبي ده فضل من عند ربنا. ربنا عايزنا، عايز الفرقه دي تاخد البطوله بغض النظر عن اي فنيات، لكن في نوايا كويسه في الجهاز الفني واللعيبه، فالحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه يعني احنا اتكلمنا على الوش حلو، لكن في حاجه تانية انا هفاجئ بيها كابتن اسامه وشه حلو، الجاكيت الازرق. كابتن اسامه خلاص قلع الجاكيت الازرق، مين اللي خد الجاكيت الازرق؟ قصه الجاكيت الازرق ده بقى كابتن اسامه، ان الكابتن اسامه دايما بيتفائل في صيف في شمس في حر، الجاكيت الازرق على البنطلون الاسود ده خلاص ده حاجه ثابته عند الكابتن اسامه. مين بقى اللي خد الجاكيت الازرق وش السعد؟ ما قلعتوش الا بعد الماتش. دوشمان عامل دوشمان. لا والله فعلا انا في حته التفاؤل، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال تفائلوا، لكن انا ما بيجيش بتشائم، بس انا بتفائل بكسب بلبس معين خلاص، يبقى انا بحاول ان انا البسه في كل ماتش. النهارده الجو كان حر جدا، كابتن تامر قال لي الدنيا حر اقلع الجاكيت، تقول لا مش هقلع الجاكيت الا بعد الماتش، فجيت قلعت الجاكيت قال لي الدنيا دلوقتي بقت حر. الحمد لله. 2004 الكابتن بركات خد الجاكيت من الكابتن محسن صالح، النهارده الكابتن اسامه ادى الجاكيت لدوشم العامل. اه لعم دوشم العامل، انا موعده ان انا الجاكيت بعد الماتش ليه، فدوشم خد الجاكيت الحمد لله. مليون مبروك يا كابتن اسامه، موسم كان صعب جدا وكان مجهود كبير جدا، لكن كل فرد في المنظومه كان ليه دوره وادى دوره، اعتقد مجهود كبير جدا، ومش سهل جدا انك تبقى بطل للعام الثالث على التوالي. دي صعبه جدا طبعا، انت في النادي الاهلي انت مش عايش في رفاهيه، انت في النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره وضغوطات كبيره. اي مدرب في مصر يتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي، غير ضغوطات الماتشات، غير ضغوطات المنافسين، غير ضغوطات اللعيبه نفسها، كل لعيب عايز يلعب وعايز يثبت نفسه، دي كلها ضغوطات الواحد يستحملها. غير كده يعني الكابتن بدر الكابتن وليد طبعا كان في ظهري، الكابتن بدر والكابتن محمد شوقي كانوا في ظهري، فكانوا بيدعموني بشكل كبير، واخد السنه البطوله لمده سنتين، فما كانش ينفع السنه دي في وجود الكابتن بدر قيمه كبيره وقامه كبيره، وجود الكابتن وليد اول سنه رئاسه قطاع الناشئين، كابتن محمد شوقي مساعد الكابتن بدر، ان انا اغزلهم وما اخدش البطوله لثالث سنه، فانا بحمد ربنا وبشكر فضله على البطوله لثالث سنه لاسباب كتير قوي الحمد لله. اشكرك يا كابتن اسامه، مليون مبروك وبالتوفيق، ومستنيين بقى بطوله جديده بتحدي جديد ان شاء الله السنه الجايه. ان شاء الله ربنا يخليك يا روق حبيبي. كابتن اسامه ده كان جانب من تغطيتنا لاحتفالات وفرحه لاعبي النادي الاهلي مواليد 2007 بطل الجمهوريه، الاهلي يحقق بطوله الجمهوريه للعام الثالث على التوالي. مستمرين معاك طبعا يا كابتن اسامه، هيكون لنا لقاءات ثانيه مستمرين معاك، لكن الان تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني.